صار الوقت وهيدي اخر حلقه اخر نهار ببرمتنا بايطاليا العظيمه وكل الشغل اخر 3 ايام تنعمل بانيتوني رح يطلع طيب وقت الحقيقه. Bonjour tout le monde, on est ici, on a commencé notre pétrin à 6h, mais le volume c'était 4 fois et demi, donc il fallait un petit peu en avance prendre notre pâte. Et maintenant on a terminé, on a fait des boules, on attend qu'ils fondent la peau et après on met dans le classique papier en forme de panettone. On va voir, l'acidité c'est beaucoup, donc on va dire qu'on n'a pas beaucoup de gluten. C'est très risqué, mais on va essayer. Good morning! بالحلقة اللي قبلها شفت أنا عم حضر البانيتوني وأخذ وقت. قبل ما ننام قالنا لازم نوع الساعة 4 بس ما حدا منا كان مستعد يوعى الساعة 4. ساعتين فرق بلشت الساعة 6 عملوا فرق كتير. وبقول لكم إنه جلوتين كفاية ما في أسيتي شوي زيادة. بانيتوني بده شغل. هو تا واحد يقدر يعمل بانيتوني في شغلة كتير أساسية لازم يكون ساوردو. ولازم يجرب على جمعة حسب المي حسب الهواء حسب الطقس حسب كتير مكونات أو إشياء هيك بتصير حواليكم وبعدين منقلع. نحن عم نجربها بنهار واحد ما في تيستينج أبدا لايف قدامكم تتشوفوا إذا رح ناكل بانيتوني بكرة أو ما رح ناكل بانيتوني بكرة. نهار جديد بكواترو باسي ببلش هلأ تنشوف حسب الطقس وحسب إذا رح نلاقي حدا يخدني على بوزيتانو أو لا كيف رح نقضي نهار. نهار جديد ببلش هلأ. Bon, ce matin, on a pris le pétrin du soir qui était fermenté, était poussé, et on a ajouté de la farine et de l'eau. On a fait tourner pour 2 minutes. Après ça, on a ajouté du sucre. Et moi, j'ajoute dans cette recette-là un peu de glucose. Après ça, on a mis les jaunes d'œufs. Après les jaunes d'œufs, on a mis une pâte, une ganache au chocolat gonflé pour donner de la couleur à la pâte. Après ça, on a mis du sel. Comme ça, la pâte elle est durcie dans la machine et après à la fin on a mis du beurre et bien sûr des gouttes de chocolat. Donc on prend la pâte comme ça, on replie sur elle-même et après on va faire comme ça. C'est comme ça, ok. Et après on tourne lui-même.
بوزيتانو راحت علينا، سياحة راحت علينا، سباحة راحت علينا، وناخذ البتو راحت علينا. سقبنا اخر يومين شتي كتير، ما كتير برد بس شو بس شتي مي رطوبة ماكسيموم. ما نزعلك، احنا رح نفوت على المطبخ، رح نكسر الخبز. محمس كتير اكل البيتزا فيرجن 2 يلي هي اخذ يومين شغل مش نهار شغل، من بعد ما اكلنا البيتزا بالحلقة اللي قبلها يلي اخذ نهار شغل. كتير محمس اكل البانيتوني يلي بعتقد راح تروح القصة لبكرة لانه بعد بده خمير اكتر واكتر. اوكي عم شوف صح او في برد في الحب هالقد. يلا الدنيا عم تشتي وعم تنظف حالها، الشتوية عم تجي وعم تقرب. يه 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 يه. اوكي امبارح جربنا عجينة، اليوم عم نجرب عجينتين. طلعنا الفرن صرنا قادرين، وهلا عم نعمل الشيبين، عم نقرص العجينتين. طالعين هيدي لها يومين عم تشتغل، بنعمل فيرمنتيشن، عم نشوف الجلوتين ستراكشر انسايد. هيدا السحر. شو الغدا اليوم؟ المطعم جربناه مرتين، عشاء غدا، وبعدين جربت كل شيء على المنيو. اليوم قررنا ناكل مع الستاف. الستاف مين اللي انتو بتعرفوا بكل المطاعم؟ الستاف بيتغدى على الساعة 11:30 تيكونوا حاضرين الساعة 12 باش يجوا زبونت، ودايما بياكلوا شيء. نحن عنا بلبنان مرة بياكلوا رز وفاصوليا، رز عجاج، and so on. طلع بإيطاليا عندهم صحن مش وصلنا أبدا، هيدا أول مرة بعرف فيه، اسمه باستا اي فاصول. فاصوليا، نعم، باستا بالفاصوليا، يس. هيدا هو الصحن، قلت له رسيت شوي على جوجل وشفت كيف بينعمل، محطوطة بطريقة كتير حلوة وهينة، اسمها باستا فاجيولي، بأمريكا بسموها باستا فاصول، لأنه بالنابوليتا فاصول يعني بينز، فاصوليا. فبقلبها شو؟ في بقلبها باستا عدة أنواع، كلها سوا بدها طبخ. اول شيء الفاصوليا وحده بتنقع بمي سخنه، بتنغلى فتره كتير طويله، بنشيل منها كل الامبيورتي اللي ما بقلبها، بيرجعوا بينغلوا مزبوط الفاصوليا تنطبخ. بنحط لها بقلب طنجره بيكن، جامبون، وبيرجع كلهم سوا بنحطوا فيه جزر اتسترا، شويه خضره، وبيرجع بنحط الباستا بقلبها. وطالما هيدا منا مي يعني اسيه، بنطبخ تقريبا 10 دقائق يعني اكثر من الباستا بقلب المي، وبيطلع لنا هيدي الطبخه يلي بيسموها اونلاين على جوجل سوب، بس هي ما بعرف اذا سوب او باستا مع صوص. مندوقها سوا، حبوب من الفاصوليا مثل احنا بنسميها فاصوليا بدريه. باستا بعد على دنتي طيبه كتير، الفاصوليا على دنتي، الفاصوليا على دنتي طيبه كتير، فيها 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 هيك رونق، فيناس كلاس. طعمة البيكن بقلبها طيبة كتير، طعمة الجامبون فيها طيبة كتير، الجزر مبروش كتير ناعم هون وهون، البصل اللي استعمل أول شغلة بالطبخة ديب كومبليتلي ما بتحسوا فيه، الفاصوليا بقى هيدا المي تبعها عاملة مثل الكريم،
وطبخوها بالطنجرة كتير كبيرة اللي شفتوها قبل شوي وبقيت الدنتي. قديش الباستا بينعمل فيها اشياء وقديش في طبخات اكتر بكتير من الانترناشنال ليفل تبعهم اللي وصلت لنا لقلنا وبكل العالم. ديليشيس. ايوه فاصوليا ورز، فاصوليا وباستا. نايس. اونلاين باستا اي فاجيولي. Bien, on a attendu notre 4 heures parce que le panettone ça monte dans la petite forme en papier. Et du coup, maintenant, on va les enfermer dans un chariot qui, dès qu'on a terminé la cuisson, on tourne. Parce que le panettone, ça va se refroidir la tête vers le bas. Là, on est en train de décorer notre panettone avec une glace faite avec des amandes, du sucre glace et de l'amidon. On la met avec au sac à poche comme ça, on fait des traits. Après, on va ces traits, on va les étaler avec une spatule, on va mettre le sucre par-dessus, la décoration, et des amandes, des typiques calitaines. Le sucre qui nous rappelle les fêtes. Après, il y a une autre façon pour le panettone milanese. On met pas la glace. Et on va mettre, enfin, on met pas le glaçage, on va dire ça. Et on coupe en croix. Bon, on a terminé notre cuisson des panettoni. On va laisser comme ça reposer pendant 10 heures. Demain matin, on va l'ouvrir. OK, overview, شو صار اليوم الصبح؟ أول شيء تعلمنا عن البانيتوني بدها شغل كتير، بدها مكنة سبيسيال، لازم تنقلب بالآخر، بتكون فرن سبيسيال، مش فرن سبيسيال، راك سبيسيال. مكوناتها هن مينلي الطحين، ضروري يكون فيه ساوردو وبيض مرتين، زبدة، سكر، وبالآخر بدنا نرجع نزيد سكر من فوق، نرجع نزيد الألمنز أو شيء تاني، وبقلبها فينا نحط سبيب أو أشياء تانية، وبعدين فينا نرجع نزيد الكل. بدها كتير وقت، بلشنا الصبح مبارح لليوم،
وما في يعني كلهم قبل بكرة، وإجمالاً أحسن أنا تتريح عم بيقول بين 5 إلى 6-7 أيام قبل ما تاكلوها وتكون هيك طرية وارتاحت وشبعت مثل ما لازم. بالنسبة للبانيتوني نحن خلصنا، مندوق بكرة بالحلقة اللي بعدها، وهلأ صار وقت نطلع نشوف البيتزا يلي كمان صار لها 3 أيام عم تتحضر، وهلأ وقت دوي الفرن جاهز. البيتزا العجينة نفخت كتير بعد بدها شوي، وهلأ دغري نبلش فيها. ايه فوالا، وقفت شتي شمست وعم نعيش نهار بنهار على وقت. نهارنا اليوم كله سوا بكواترو باسي. بعدنا بإيطاليا، إجا الغريب بيعمل بيتزا بإيطاليا. اليوم تاني نهار من الترايلز، عم نعمل العجينة الكونتمبورانية يلي بتنفخ، والنفخة منها طبيعية. شوف الفرن It's pizza time. صرنا يومين ناطرين عجينة على الطرف، شفتوا قديش كبيرة، شفتوا قديش مرتاحة. ونحن وين؟ نحن بنيرانو، رح نبلش ببيتزا ألا نينال. عجينة بتعقد، العجينة بتعقد. مكونات عظيمين، حبيت الجبنة وحبيت الكوسة اللي بقلبها، واختراع روعة بلا بندورة، بس العجينة very fluffy، مستوية مظبوط ما بتعلق.
منا معجنة. طعمة الحطب والشاوي. نوعية الجبنة المحطوطة جوا بيكورينو مي موناكو وموزاريلا. Good job. عم نعمل توبينجز تبع البيتزا اختراعات من فابريتسيو وعم ندوق وعم بشكله شي كتير طيب. شو عم نعمل نحن هون؟ وإذا ما حضرتوا الحلقات اللي قبلها بس ترجع حطكن انتو برسبكتيف. نحن هون لأنه ماركو اتصل بفابريتسيو، صاروا أصحاب، التقوا سنة الماضية. فابريتسيو قال له عم جرب أعمل كتير روسيتات بيتزا وما عم بيزبطوا، بالأخير ما أنا شغلتي أنا بالمطبخ، شو رأيك تجي تفرجينا أو تعلمني كيف بيعملوا البيتزا؟ إيه بعت له الروسيت بس بدها معلمية وبدها شغل. ماركو حكي لفابريتسيو قال له عبالي أعمل بانيتوني بلبنان، شو رأيك تبعت لي الروسات؟ واتفقوا اثنيناتهم انه بانيتوني بدها 3 ايام شغل تعال تفرجي كيف، والبيتزا بدها 3 ايام شغل تعال تفرجي كيف. التقينا هون وبلش المشوار. تخيلوا بس واحد تلياني فاتح فرن منقيش بلبنان، هذا اللي عم بيصير اليوم. واحد لبناني بكل فخر اجى على ايطاليا تيعمل لهم بيتزا ومبسوطين فيها قد الدنيا. في 12 شيف هون وكل التيم وكل الستاف وكل الزبونات وكله عم بياكل عم بيقول واو. حتى فابريتسيو عم بيقول رائعه. هالزلمه اسمه مارك من عنا من لبنان من مزرعه يشوع، قعد 3 سنين يشتغل ويطور عجينه
خلطة طحين واحد طحين اثنين نيمة ريحة 4 درجات 16 درجة، فوتها على البراد، ظهرها من البراد، حتى لها خميرة أي نوع وأي مكونات والفرن على أي حرارة، وكتير من الأشياء اللي قدرت تصور منها شوي ومش كتير، وبالآخر في روسيتات قديش ماي على قديش طحين قديش بريحة. عتمعهم 3 أيام فينا خبركم وجعني راسي. عم نعمل بيتزا اليوم من بعد ما جربنا البيتزا يومين مبارح، اليوم عم نعمل بيتزا 3 أيام، يعني نعمل أول نهار تاني نهار واليوم عم تتاكل. بتطلعوا ساعة بتفرجيوا على بيتزا يولو بقلكن اير بوبلز، نفخة مظبوطة بس منا فاضية، فيها حياة فيها تكستشر، وأهم شيء أنا ما بتعلك. هلأ عم دوق لأول مرة عجينة الجديدة بلا اختراعات بالطريقة العادية اللي هي المارغريتا. عن جد عن جد ببيض وجه. وأكلنا بيتزا هالجمعة وباكل كتير بيتزا، هذا الزلمة عمل شغل كتير حلو. هلا داروا لفابريتسيو يحط كل الكولينري اكسبرتيز تبعه، كل النوهاو تبعه، ونبلش نخترع اختراعات جديدة برات المارغريتا، اشياء جديدة فريش اب سكيل، تا هالمحل يقدر يقدم لزبونيته غورمي اب سكيل بيتزا ابتداء الموسم الجاي، لانه هنا بيسكروا بالشتاء. هلا ما جيتنا من لبنان وثلاث ساعات طريق ولا 4 ساعات طريق على المطار، طلعت مظبوطة، بيضنا له وجهه وبيضنا وجهنا. المهم فعلا شيء كتير 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 مهم، مطبوخة من جوا لبرا، بيعطيها هيك شوية أسود من برا تتحسه بطعمة الحطب، بفرن حطب بس ما فيه غاز، سوبر اير بوبلز، سوبر يامي. البانيتوني مثل ما قلنا لازم يرتاح مينيموم 15 ساعة. من بعد ما ارتاح ال 15 ساعة فتت نمت بلا عشا امبارح، قلت بخفف شوية كاربز من بعد ما اكلنا باستا على 7 أيام، وهلا عم بتمشى تندوق. دقيقة الحقيقة من بعد ما اشتغلنا 3 أيام ما كان عم بينفخ مزبوط، كان الشيف عتلان هم، الأسيديتي عالية شوي، شو بدنا نعمل؟ وهلا آخر نهار منفل من نيرانو وبنرجع على روما. بس تحطكن شوي بالصورة، بدكن ساعة ونص تتوصلوا من نابولي على بوزيتانو، بدكن ساعة ونص تتوصلوا من نيرانو على نابولي، وبين نيرانو وبوزيتانو في تقريبا نص ساعة. يعني المنطقة اللي احنا فيها ما بتوصل على الطيارة، ما بيوصل عليها الترين، ما فيكن تجوا لهون إلا بالبوت بالبحر بالتاكسي إذا لقيتوا المنطقة اللازمة، أو تاكسي يلي بده وقت كتير
وغالي مثل ما شفتوا قبل بالحلقة. فيكم تدفعوا 700 وفيكم تدفعوا 150. نحن طلقتنا بتاكسي ادمي، هو زيته رح يجي يخدنا من هون على المطار دايركتلي بلا ما نقطع بولا مدينة، من هون على روما 4 ساعات سواقة. سفرة رائعة بتخلص بعد 24 ساعة، بس هلأ مني مركز إلا على البانيتوني. Et voilà, on est arrivé au moment de la vérité. On a retourné notre panettone. Regardez, il a poussé, il est monté comme ça. Et maintenant, on va l'ouvrir, on va voir à l'intérieur si on a des défauts. Et je vais vous expliquer comment on voit qu'un panettone il est bien fait. Donc vous voyez, tous les boules d'air sont vers l'eau, comme ça. Vu que notre façonnage était bien fait, en plus on voit que la cuisson elle est bien arrivée partout. Après Anthony, on va ouvrir un autre. ريحة روعة، ريحة تخمير، ريحة الخميرة، ريحة الاير بابلز اللي بقلبه، ريحة كتير حلوة، سوبر طري، فيري 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 سبونجي. واو، او ماي جاد، او ماي جاد، ديفنتلي أكيد من أطيب بانيتوني كانوا بحياتي. هذا أول مرة باكل بانيتوني ارتيزانال، مش بالكيس، مش بالعلبة، مش طالع بالكونتينر وقعد 3 أشهر بالبحر. Very moist. Super moist. مي من جوا. مطبوخ صح. خفيف 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 بشكل مش معقول. Amazing chocolate quality. قرشة سكر من فوق. واو، كنت عم بسأل امبارح انه بانيتوني ما بده صوص، حدو قال لي اذا معمول صح وطاري كفاية ما بده صوص لانه ليكويدي من جوا. ومظبوط، بدي اقول لكم 3 ايام شغل حلم. On va ouvrir notre panettone qui l'a refroidi pendant toute la nuit. On va regarder à l'intérieur. Il faut que ça refroidisse pendant 15 heures. Oui, environ 15 heures. Et on mange pas avant 5 jours. C'est mieux à une pièce comme ça d'un kilo, mangez pas avant 4-5 jours parce que tous les arômes vont se fixer bien dans la pâte. Regardez ici, on a pas mal de boules d'air. D'abord, on va voir au visuel. Donc, vous regardez ici les trous. Et après, on va l'odorer pour sentir si le levain il avait des défauts. On regarde bien l'humidité. Ça, c'est un jour. Donc, on va dire que ça va durcir s'il était mal fait dans une semaine. S'il est bien fait, ça va garder 15 jours comme ça. Ça vient d'artificiel à l'intérieur. En plus, il faut voir si ça fait ça. Ça veut dire que le levain, il était bien.
il était en force. Et ça fait comme du coton. On va essayer à nouveau. Regardez ici. C'est comme du coton. C'est comme de la barbe à papa. Ok? Excellent. Bon goûter. Bravo chef. Ça fond dans la bouche. Il est bien. Après regardez ici. La cuisson elle est bien. On a 1 mm de croûte par tout le périmètre du panettone. Ça veut dire qu'il a été douce, mais en même temps il a cuit bien. 3 jours de travail, on mange en une seconde. 3 jours de travail, on mange en une seconde. شغلة كتير كبيرة عن جد مثل القطن من جوا بيخزق تخزيق مثل غزل البنات ريحته بتاخد العقل ريحة تخمير كتير قوية ريحة الكاف أفان اكسبشنال فابريزو بيعمل 2000 حبة ببيعهم بالمنطقة إذا أنتوا عايشين قريب أو عبالكم تتصلوا فيه يبعتكم وحدة بس 2000 حبة بيعملون هن بيسكروا اخر الشهر وبيسكروا كل الشتوية المطعم فبيقعد بالاتولية تبعه وبيشتغل بحب وبحنان Merci beaucoup pour votre attention. C'était 3 jours exceptionnels de partage. Et ça, ce que c'est important dans ce métier, c'est toujours le partage. On a fait un petit résumé sur le panettone et tout ça. Et je vous remercie pour ça. Au revoir à tous. Merci. Ça roule à Tenfel, où les gens s'adiennent à Luigi. Oui, messieurs. Déjà, s'adiennent à Luigi, t'as écrit là. Oui, Al. You're on time. You're not Lebanese, you're not Italian. Exactly on time. No, I am on time because many, many traffic. Wow. I left 20 minutes before. And, we're going to spend a great day together and going to have lunch somewhere and enjoy food. To Ischia, the island of Ischia, in the Gulf of Naples, in southern Italy, in the Gulf of Naples, there are 3 islands. Capri is exclusive and famous, but you can visit Capri, Ischia and Procida, 3 islands in the Gulf of Naples. Ischia is bigger, the bigger island, and you can find in Ischia the next time. Welcome to Ischia because with me you can visit many attractive, it's nice. The beach are beautiful and the castle Aragonese and Sant'Angelo. Sant'Angelo is an exclusive place in southern Ischia and is famous because many people go in Sant'Angelo and spend the holiday by yacht. And there are many restaurants and the mountain, but the exclusive in Ischia are the thermal bed. Thermal bed, you can see Nitrodi, for example, is a beautiful, or Giardini Poseidon, 21, you can pool with a different temperature. From 20 up to 45 degrees. It's a beautiful Ischia, and every day for all age. Next time, welcome to Ischia. Già troviso in pianto in riso.
We have a good news. Thank you, Luigi. Luigi صديقنا خبرنا انه امبارح طلعت التوب 100 ليست اوف ذا بيست بيتزاز ان ايطالي. وطلع البيست ما شو اسمه؟ بيست مارغريتا بيتزا عند واحد اسمه 50 كالو 50 كالو. فقال له تفوتنا على نابولي بس هيك حب. Thank you, Luigi. We're gonna eat a good pizza. You're gonna taste the best Napolitano pizza awarded. And we're gonna check. رح نشوف إذا طيبة أو لا. أطيب زلمة بالعالم شرفة. عن جد. I like you. Wait. ألزة زلمة. What do we do? Can go in? No, no, no. Full? Full, full. هو بلا شيء كان مشهور. وشوفوا هلا الناس واقفه بالصف مفاولين الكراسي. نحن ما راح نضيع وقت. طلبت ثلاثه بيتزا اخذناهم بالكرتونه تيك اواي وراح ندوقهم. فيرست امبريشن مهضومين جوا في فرنين. عنده فرنين اربع بيتزا يلو عم يشتغلوا ورا بعضهم. والبيتزا ما غاليه 7 يورو 6 يورو ونص 8 يورو يعني مش ضارب اسعاره غاليين. يلا ان شاء الله يكونوا طيبين. And ready. Okay. يلا يا ماركو تنشوف إذا up to the standard. أول شيء شغل جوا كتير حلو. بالآخر رجع حطلا زيت رجع كبلا بارميزان. ما اشتغلوا يلا كيف ما كان. حسيت إنه في أدقة بالتفاصيل. أنت technicalities شو بدأ؟ بيتزا تراديشنال بتذكرني بكذا مطرح طيب دقته. إيه؟ هات لنشوف. مثل ما قالنا شيف أنطونيو هيك. نجرب. ايه اخذ لي نص تبعي. عجينتها طريه طرافة طراية مكوناتها حرزانين. عجينتها منيحة. تعلق شوي. حتى بيتزا بإيطاليا لا مشونا يعني. شو أكيد قصة ماركتينج. طيبة إيه. حتى واقفة بالصف لا. فيها شيء أطيب من غيرها لا. وما عم جرب أعمل كومباريزون وأقول لكم إنه يمكن تبعه أطيب. ما هيدا عم جرب أقوله لا. بس أكيد أكلنا أطيب من هيك. منيحة يس كوريكت يس. أهم وحدة لا. تابع الستاندار بس. مظبوط. مكوناتها طيبين. بس ما فيها هيدا ال واو هيدا الاكسترا مايل. unfortunately not. في ثلاثة رح نبلشهم وحدة وحدة. بس هيدا مارغريتا اللي ربحت مبارح بالتوب 100 the best مارغريتا in it. يلا عنا وحدة تانية وشكلها بشهي هيدا ستراتشاتيلا تشافولا دافولا. اوه شو حرزانة. اوكي كمان
مكوناتها بعقله 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 طب كولي فعلا مشغولة صح عجينتها صح كل شيء صح بس احنا عم نشارع على هل هي اطيب وحده بالعالم او بإيطاليا لا بس قالكم مظبوط ظابطة عجينتها ما بتش This is so good So incredibly good تو بعد في وحده اوف اوف سلامي محمصة جبنة verdict definitely one of the top 5 pizzas definitely بس مش المارغريتا لا مشهور مش بالغلط 50 كالو عن جد مهمة بتفش الخلق كل واحد منا عم بياكل ربع بيتزا صاروا ثلاثة and I can't stop ستراتشاتيلا ديافولا كتير طيبة المكونات بعقده ولا بدي دوق التالتة التالتة شو؟ روقت أبلع سلامي محمص شوي مع جبنة لويجي It was worth stopping yes or no? Yes. والله ما في أطيب منه هالزلمة عن جد ما حدا جابره بده يرجع عند عائلته صحتين In Lebanese we say صحتين Eat well, enjoy Enjoy يلا روما here we come The best nuts in the world They're good? Mm-hmm. Want more? No No Late No No Are you sure you don't want? More? For how many hands I'm asking for? ما بعد اتسلى على قد الزلمه بحياته رحنا عم نقضي وقت كثير حلو على اساس كلها سوا القصه بدها 4 ساعات فوتتنا على فلورنس على نابولي وجعتنا كثير تاخرنا بعد في 3 ساعات على روما but you're fine more nuts we ate pizza and what's dessert now gelato on the way هلا mm-hmm. mm-hmm. gelato close to Vatican Museum اوكي واحد موسيقى أربع ساعات ونص in the making and we're having fun Luigi, you're the best بس تحلية ما أكلنا انبسطنا رقشنا شوية بزورات ضحكنا على الطريق صورنا صور حلوين قطع الوقت هيك ما فيكم تخيلوا هلأ وصلنا على روما رح نكون قاعدين حد المطار نشوف حسب الوقت حسب المسافة يمكن ننزل على السيتي سنتر وهيك بنكون خلصنا سفرتنا وودعناكم ولازم بعد ناكلنا شي مرة بيتزا على القليلة إذا مش هون بالمطار مش ما تعشى الليلة Let's see لويجي يا لويجي we're getting crazy today لك يلا لك لويجي ما بده يرجع على البيت لويجي مبسوط قلنا له لك بشرفك لك خلصت بده ياكل بيتزا معنا فقلنا له يا لويجي خدنا في واحد ربح نمبر 3 best pizza in the world اسمه بونشي جابرييلي بونشي
شو رأيك؟ قلنا يلا let's be crazy. وبرجع بذكركم تيرجع على بيته الزلمة عنده 3 ساعات سواقة يعني نهاره بعتقد صار 4. فرح نروح نص ساعة روحة نص ساعة رجعة، رح نفوت بقلب روما، رح نطعميكم بعد بيتزا وحدة غير شكل بالتوب ليست يلي طلعت امبارح بالليل على حظنا على ويب سايت اسمه على اكاونت اسمه The Best Pizza وعملوا حفلة كتير عظيمة وكبيرة واتسترا. قبل ما نرجع على الاوتيل وبعتقد رح ننام طب العشاء او هيدا هو العشاء او هيدا هو التايستين. هلا بنشوف هلا بنشوف. بدك بزورات؟ بدك بزورات بدك عطول زورات. You need some energy Luigi. يلا come on. No, سي سي سي. And we are in Roma. We are in Roma Eur, EUR, the new, this block was built before the Second War. And we are in a historical place for coffee, historical. The people here, many history in all Roma have 2,000 years history, but here is very nice. قهوتهم طيبة كتير ورح ندوق الترا بوكوس يلي هن على شوكولا او على هيزل نوت يلي هي بسكوي شوكولا مثل السيجار سوبر مسقعين كريمي بس مش دلعين. اوكي كول ثانك يو جود وان اند وان فور ذا رود. ليتس جو لويجي. نحن جاهزين صار وقت البيتزا. كمان بونشي مسكر التنين وبيكولو بوكو مسكر التنين لهلو. ليكو هيدا من البيتزا. طيب مارك بدك تدبره بدنا ناكل بيتزا اليوم حتى نفتش best pizza around me. هيك معنا لويجي. شغلة مهمة لازم كلكم تعرفوها ومنيح صارت معنا. فتشت على جوجل ما كنت عم بلاقي فتت على تايم اوت بيست 10 بيتزاز ان روما. العشرة بيست 10 بيتزا منبلشهم بالدور كلهم سوا بينسيري بيتزاريا ماجنيفيكا ترابيزينو سيو بيتزا الوميناتي وغيره كلهم بيسكروا نهار التنين. فإت مينز نهار التنين شكلها روما كلها بتسكر أو البيتزايات بيتزارياز كلهم بيسكروا فما تعالوا مشاريع لنهار التنين. بس سيقبت نمبر 1 يلي هي بينساري طلع بعيد 29 دقيقة ما رح قلو إياها بالتليانة أو بالإنجليزي تما يفهم علي نص ساعة من هون فاتح عنده 2795 ريفيو على جوجل مابس وعلامته 4.7 يعني عن جد بطل. دايركشن أوف تاني ميل من المدينة ما كتير راح ينبسط مني بس لازم نروح. Let's do it. Thank you.
أول انطباع إنه عنده شيء خالص، عنده بيتزات خالصين، لأنه عطينا واحدة خالصة من قدامه ورجع شيل واحدة خالصة تانية من البراد أو من الخزانة. كلهم خالصين، فقلت له لا بدك تعمليها دغري أو لا، قال لي كله طازة، كله هلا خلص ما بعملها إلا قدامك، فبيرجع بيسخنها قدامنا أو لا، أنا ما عم نحكم عليه كتير بكير. هلا مندوق. طلب ثلاثة شكلهم حلو، غناية منن البيتزا اللي بنعرفها أو سمعين فيها هيدي الكونفنشنال، وش حجمها صغير. الوحدة بسبعة ستة، طلبنا ثلاثة وثلاثة سوف درينك بثلاثين. لك بيسي المفرن؟ يس. Pizza time. Pizza time. Pizza time. Any time is a pizza time. Indeed. He told you the last, first, second, and the last. Ah, okay, I don't know. مزبوط كانوا حاضرين. مزبوط أخذوا تقريبا شي 4 دقايق بالفرن. بس بالآخر بيك مش كتير طيب. ما خاصة أبدا بالنابوليتان. روما all the way. Very nicely crunchy. Ingredients دغري بيدوبوا شوي، بيسخنوا شوي. ما بتعلق، ما بتعجن. And it's done right. واو الدقيقه فليكي بسكتي ذاتس ا جود وان. على الفوته كنت افتكرت اطيب شيء حيكون بهذا المحل الكولا صراحه، لانه خالصين وجاهزين وعم بيتسخنوا، بس العجينه اسمعوا الصوت نايس، انجريديون سوبر فريش، العجينه كثير طيبه، انه با كومباري مع النابوليتان بس بحد ذاتها كثير طيبه فعلا. هيك المحل ما بيوحي، بس في اثنين جوا، شخص مش لذيذ وشخص ثاني كثير لذيذ. سوبر رفيعه، فيري كرانشي، مكوناتهم عن جد هاي اند، مرتبين كثير. هلا فهمت ليش على التوب ليست. غنيه لودد، وبس بسبعه يورو. And it's super enjoyable. طيبة، طيبة كتير. طيبة سان فاسون بالورقة، برا بتقعدوا على طاولة عالية، كل الناس قاعدة مع بعضها، ما في حركات بالإيد والبرهان. ما بقي منهم شيء. عم فكر إذا بخد لي كم وحدة يمكن جعت بالليل. سألنا نص ساعة من الأوتيل ورجعين نص ساعة على الأوتيل. And it's worth it. Time out. Good job. والتسعة البقية مسكرين unfortunately. هلا قطعنا قدام 50 كالي، اللي هو زيته اللي قطعنا قدامه بنابولي، اللي هو مسكر التنين على جوجل ماس، بس شكلهم الشباب عم بيحضروا حالهم يفتحوا كرمال بكره، لانه بده يجي عليهم رش ما بيفهم من بعد ما ربحوا اطيب مارغريتا بايطاليا. طيب بودعكم عن جديد، الا اذا اجا معنا عشاء، لانه اثنيناتنا محمين على برجر.
إذا بتفكروا فيها تركنا الأوتيل بنيرانو الساعة 12، هلأ صارت الساعة 8. الساعة 8 وصلنا على آخر وقفة، آخر أوتيل حد المطار، محل ما راح هيك نرتاح شوي، ناكل برجر، نشرب درينك، نخلص الأدتس، وبكرة نرجع على لبنان وتكون خلصنا هيدي السفرة الطويلة الرائعة اللي اكتشفت فيها إيطاليا بوجهة تانية ما كنت منتظر فيها أبداً. شفت البيتزا، شفت الناس، شفت أكل البيت، شفت قديش بلادنا بتشبه بعض، أكيد هون أرتب وأنضف واحترام للأرض أكتر. بس ما بيمنع أنه إيطاليا رح أرجع تأكل باستا أكتر، تفوت أكتر بعمق هالكولتشر الحلوة كتير، هالثقافة الحلوة كتير. يلا عشينا وهيك بنكون خلصنا نهار طويل ورائع. شو هالويجي 8 ساعات معه بالسيارة، قطعوا هيك. رح نقفل برجر بارت، رح نقفل برجر بارت لأنه ولا بنحكى عنه ولا بقدر خبركن شو ما أكلنا. anyway خلينا على البيتزا. great day, thank you for watching. إن شاء الله تكون بسطتوا بكل هذه السفرة، ومنلتقى بالسفرة اللي بعدها بعد كم يوم على يوتيوب. ما تنسوا join, subscribe please and share the videos. تنقدر نضلنا نكفي. thank you and good night.